السلام عليكم اسماء، مشتا انت؟ مليح لاباس؟ بخير تمناتي انت؟ معنا مليح ان شاء الله. مرحبا بك انت كيفي؟ غادي دير جديد مشتو انت كيفي؟ نهار خصك كنت تقطح ليا زي الكراميل تستشنا وثرت تمنى عليك انت تعجب وتجرب انت لك انت اكل فيديو بالطريقه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفي فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا اليوم بغيت ندير معكم تحليه بالكراميل، تجي غزاله ولذيذه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. يلا نخليكم مع الفيديو والطريقه. كما كتشوفوا البنات كنحتاجوا في التحليه ديالنا عندنا جوج معالق كبار ديال النشا وواحد المعلقه كبيره ديال الزبده وربعه ديال المعالق ديال السكر و600 مليلتر ديال الحليب. مشتو انت السماء تحتاجي غادي التحليه هنا غادي طنجره تمقرين من النشا، طنجره تمقران من الزبده، اربع طنجرين السكر، 600 مليلتر نوغي. خونا لي سير كاسرون، نهز كاسرولة وندير فيها دوك ربعة المعالق ديال السكر. هذه سير كاسرون غادي نسكر عبانين طنجرين من السكر. باش ندوب معكم السكر على نار مهيلة وانا كنحرك في الكاسرولة حتى نتحصلو على الكراميل. انا دو غيسما كي كنت في سير السكر خنا خمسي تنقيست كرة ما اتحرش غدي تهزي غدي وكاسرون ارغي تحصل خل الكراميل ارغى دايرون السكر نضيف سي السكر بلا ما نحرك بلا ما نحرك غزيش الطنجره تني اموها ارغي يفسي. بعد ما بدا كيدوب غادي نزيد نقص البوطه على نار مهيله باش ما يتشيطش لينا. مشتو انت اسما من بعد ما يبدا يفسي اذاني غتنقص غير بوتاكاز حنا جوه انا غيتشيفشه مشتو انت كيدي وانا كنحرك باش يدوب كامل نشا تحرشو ما حنا دابا يفسي مره مشتو انت كيدي كما كتشوفوا معايا صافي. هنايا من بعد ما داب كاع السكر ديالنا رجع كراميل انت تسمع من بعد ما يفسي مره السكر نغيدور الكراميل ندوز نزيد فيها ديك المعلقه الكبيره ديال الزبده هادو غادي يساني حتى نجشتني من الزبده باش تورا انت كيدي كما كتشوفوا معايا وانا كنحرك غادي نستعن بالملعقه الخشبيه هذا بدي غتحرش زيت غنجاش نكشو باش تورا انت كيدي باش ما يتحجرش لينا داك الكراميل في ديك في المعلقه ديال الحديد. من احسن نحركو بالمعلقه ديال العود هكا وانا كنحرك. دابا غادي ندوز نزيد فيه نصف الكميه ديال الحليب هذا غادي يساني ازين كميه نوغي باش تورا تزيدو لينا وانا كنحرك الكراميل ديالنا. مشتو انت كي داير السما انا غادي نزيد نصف الكميه نوغي اكو حارش حتى دابا غي يدوب السكر ني غنق او الكراميل مشتو انت كي داير استنى زي فرنجاش نكشو نجوز انا غير سقشا دايس الكراميل نستعنو بالمعلقه ديال العود باش تعاوننا في التحرك ما مشتو انت كي داير امو غسيغير ارغي في سمار الكراميل نو هكا غادي نبقى حتى يدوب لينا الكراميل ديالنا كامل كما كتشوفوا معايا. بعد ما دوب لينا داك الكراميل دابا غادي ندوزو ناخد واحد الزلافه غادي ندير فيها دوك جوج معالق ديال النشا وداك الحليب اللي بقى لي غادي نخلطهم مزيان باش ما يديروا ليش دوك الحبيبات ديال النشا. شفتوا انت كي داير السما يصير جنت فنجات غير اثنين يترم جايين المايزينا اني خاص اغي متوري قيمن اخذ جوج غرام مليح محدودي واحد ودي تكنشات ديال بوزيني النشا مشتو انت غي صافي التفا افجق هذه التفا مليح امو واذكم ادعو غنخذ جوج الخساني اثنين درهم جايين النشا اكو غير مشتو انت كيدي من بعد ما تاكد بلا وليس شتي بوزي من بعد ما تاكدت بلا ما بقاش فيه ديك الحبيبات غادي ندوز نضيفهم على الحليب ديالنا
مشتوله انت كيداه. غادي نضيف عليها داك الخليط ديال المايزينا والحليب مع التحرك المستمر. خاصني يعني غير سما الخليط ني ننشف دوغي اكو حارش نجوده غير السقشه دي فيسير مع التحرك باش ما يلصقليناش في القاع كما كتشوفوا معايا. وانا كنحرك كما كتشوفوا من بعد ما عقد لينا الخليط ديالنا غادي نبقى هكا كنحرك ونقص النار باش يطيب لينا داك المايزينا باش ما تبقاش لينا في التحليه ديالنا ديك المذاق ديال المايزينا. حتى تيسمع من بعد ما تعقد لينا الخليط ديالنا هاد السنقص غير تنسيه هاد السيري غير ملي تحرش اثجر امني اجن 5 مينوت سنجيبو تاكاز مش تحرش غبايس ما حنا داخل في المايزينا ني ولا غير تغيبيش المذاق ديال المايزينا مشتو انت كيدي صافي. بين تاتين من بعد ما كمره هذه سير الخليط النغ الفارغ ديال كؤوس التقديم صافي. هنايا من بعد ما ساليت البنات غادي ندوز ناخذ الخليط ديالنا وغادي نخويه في الكؤوس ديال التقديم كما كتشوفوا معايا. من بعد ما ساليت غادي نحطو جانبا ياخذ الحراره ديال الكوزينه وعاد ندخلو للثلاجه. بين تيسمى من بعد ما كمره الساس غطاف افيكسي الحراره الكوزينه عادي غعدو غتصفر غنبيره كما كتشوفوا البنات. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه وزينتها بالكراميل ونود الشوكولا كما كتشوفوا معايا. ما مشتو انت يسمع هو الشكل النهائي للتحليه ديالنا من بعد ما صفغتي تزيني بيرة زين اختي الكراميل ونود الشوكولا اللي خاصينش. ما مشتو انت كيفاه دابا غادي ندوز ندوق معكم وتشوفوا القوام ديالها. الخضره دوك كي كنتقاس غير السماء اتزانت القوام اللي سما مشدات كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها كتجي كريميه وكتجي غزاله تزد كريميه ديال قوام الناس وتزد شنا ترد تمني غدا كنت تعجب هو تجربنت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. وهنايا البنات غادي نقول لكم بسلامه حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتمني غدير تنوجي تفسوس خوره ونكنز. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب. تمنى من عجبك انت الفيديو تبارطاجيه انت الاهل والاحباب وما تبخلوش علينا بلي لايك والتعليق ديالكم زوينين. وخا ندخل انت زيني لايك بالتعليق نكنتي شنان. يلا جاكني ندرخه على جن فيديو نغني ان شاء الله. يلا خليتكم على خير حتى شي فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم. سلامه.